أنت؟ أعرف من تكون. أنا قد رأيتك في الحلم. هذا غير ممكن، بل مستحيل. هل أحلم من جديد؟ إيمانك الكبير يجعل المستحيل ممكنا. الله وهبك هذه الحياة ولا يستحيل شيء عليه يا ولدي. يا له من شرف كبير، لما يهبني الله أمورا جميلة كهذه. نحن نركع أمام ربنا فقط يا بني، لأن جميع المؤمنين إخوة. هيا نهض ولنتعانق يا أخي أحمد. اجلس بني. سمعت بأنك مصاب، كيف حالك الآن؟ أنا بخير سيدي، سلمت. إصابتي كانت خطيرة وعانيت الألم، لكن أصبحت بخير. الأبطال قد اهتموا بي وشفيت على يدهم، حتى أنهم قرأوا لي القرآن. كان مفيدا لي ولروحي ولجسدي، وداوى جراحي وأعانني على الآلام. ما شاء الله ما شاء الله. حالك هذا ذكرني بحادثة لسيدنا علي رضي الله عنه. سيدنا علي كان في حرب، والأعداء أصابوا ساقه بسهم، والسهم وصل إلى العظم ولم يستطيعوا إخراجه. سيدنا علي عانى الكثير من الألم حينها، وقال الحكيم يمكن إخراجه إن أعطيناه دواء لا يجعله يشعر بهذا الألم الكبير. سيدنا علي قال ما الحاجة له؟ أخرج السهم منها عندما أقف في الصلاة. ووقف سيدنا علي يصلي وحده، وحين كان يصلي أخرج ذلك السهم بقوة. سيدنا علي كان خاشعا في صلاته لدرجة أنه سألهم هل أخرجتم السهم منها أم لا، فلم ينتبه أنهم أخرجوه. وهذا يا ولدي بالنسبة لنا هو ما نحتاجه لشفاء الروح والجسد، أقصد الصلاة وقراءة القرآن والتفكر به. إن تعلم الصلاة قد كان في عقلي وفي قلبي، ولكن جراحي كانت خطيرة. القصة التي رويتها قد أثرت بي وقد أشعلت رغبتي بتعلم الصلاة. إن شاء الله سوف يجعل الله من نصيبي الصلاة له. آمين. سيدي، هذا الألم الذي في جسدي، لكن أنا الآن قلق على أرطغرل. صعب أن أجلس هكذا بينما هو في مصيبة، أخاف أن يحل به أمر سوء. خيرا يا ولدي، ماذا حدث لأرطغرل؟ اتهموه بقتل السلطان ورموه في السجن، وسيحاكمونه غدا.
وأخاف أن يعاقبوه بالإعدام. نحن ننتظر هنا كي لا نواجه الدولة، ولكن هذا صعب علي. يا إلهي، كيف يقبلون ظلمه؟ سيد خدم دولته مثله، ووقف إلى جانب السلطان طوال حياته، وحاول أن يمنع الظلم عن الناس. من الواضح بأن الكلاب الذين قد أعمى أعينهم الطمع وأحاطوا بالدولة، من دخلت أرواحهم الظلمة سوف يؤذون الدولة السلجوقية التي تحمي العالم الإسلامي كله. فليحفظ الله دولتنا من شرهم ويبعدهم عنا. آمين. سيأتي يوم ويدور الزمان يا ولدي. إن كان الجميع لديه حساب، فالله لديه حساب أيضا. الحقيقة ستظهر لمن يحاولون الوقوف أمام حساب الله، وستشخص أبصارهم، وبعدها سيهلكون وسينالون العقاب.